الحمد لله. أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن. لكن بداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا؟ تفضل. إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني، مات سنة 26 و200. مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المسلمين وكبير المتثبتين، مات سنة 79 و100، وكان مولده سنة 93. لا نحتاج. ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، مولاه أبو عثمان المدني المعروف بربيعة بن راي، واسم أبيه الدروس، ثقة فقيه مشهور، مات سنة 36 و100. يزيد مولى المنبعث مدني صدوق. زيد بن خالد الجهني، بما أنه لم يذكر الوفاة فنذكر الطبقة من الثالثة. نعم. زيد بن خالد الجهني المدني صحابي مشهور، مات سنة 68 وله 85 سنة بالكوفة. نعم. من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد إسناده مدنيون. اثنين، فيه رواية الابن عن خالد فأويس إسماعيل بن أويس يروي عن مالك. إذا ننظر، حماتك وإخوال أولادك لهم أثر على إنشاء أولادك يكونوا علماء وطلبة علم ولا لا؟ أما حضرتك من وين مناسب؟ فشو بدهم يطلع أولادك؟ أخوالهم أو بلاش. اثنين، في رواية التابعي عن التابعي من؟ نعم، ربيعة روى عن أنس كما في تهذيب الكمال. أحسن.